أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم ناهد والحياة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف وبمناسبة انتصارات أكتوبر شهر العزة والكرامة. كل عام والقيادة المصرية والجيش المصري والشعب المصري ومصرنا الحبيبة بألف خير. برنامجي ناهد والحياة، حياتنا اللي احنا عايشينها بحلوها وبمرها هنتكلم فيها بكل بساطة عن كل مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وكل ما يهم البيت المصري. موضوع النهاردة موضوع مهم وشائك للغاية، وهو العنف الأسري. العنف الأسري اللي اتطرح بكثرة اليومين اللي فاتوا. العنف الأسري للأسف هو أحد أهم الأسباب لنهاية الحياة الزوجية مهما طالت، وبيؤثر على الصحة النفسية للأبناء ويعرضهم لبعض المشاكل النفسية في المستقبل. هنتكلم بعد الفاصل إن شاء الله باستفاضة عن العنف الأسري. فاصل ونعود. ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين. معنا ومعكم الدكتورة فاطمة بركات، أستاذ بقسم علم النفس والتربية الخاصة بكلية التربية. أهلا وسهلا يا دكتورة. أهلا بحضرتك. احنا طبعا موضوعنا النهاردة عن العنف الأسري. بيخطر على أذهان السادة المشاهدين ان احنا مجرد ما بنيجي نقول العنف الأسري بيفتكروا على طول الضرب او الإساءة الجسدية. طبعا العنف الأسري ليه أنماط وأشكال كتير من الإساءات، يعني ممكن حضرتك بقى تعرفي السادة المشاهدين أنواع وأنماط العنف الأسري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. العنف الأسري احنا ليه درجات. نقدر نقول ان العنف بمعناه الشامل والمفهوم اول ما يجي كلمة عنف أسري الضرب او الإساءة اللفظية. فطبعا ده موجود في كل بيت ولكن بدرجات. ما اقدرش اقول يعني العنف بالنسبة لي ممكن يكون مش عنف عند حد تاني، يعني في ممكن حد من كلمة ده بالنسبة له عنف، ممكن حد يتقبل حاجة وحد ما يتقبلش حاجة، من نظرة بالنسبة له حد عنف. فالعنف ده ليه مراحل وليه درجات كتير. العنف الأسري بين الزوج والزوجة، أو العنف بين الأولاد والأب والأم، أو العنف بين الأب والأم والأبناء، أو بين الأبناء وبعض. السائد في كل أسرة المفروض يبقى فيه الاستقرار والأمن الأسري طبعا، ولكن ظروف الحياة والحياة عامة مش هيبقى ده مش هيبقى موجود بدرجة 100%. فلازم نتقبل جزئية إن في درجة مش من العنف، من القسوة، من الشد، من الجذب، من إن الحياة مش هتمشي زي ما أنا عاوزة مع أولادي أو مع الزوج، أو الأولاد الحياة مش هتمشي معاهم زي ما المفروض تمشي. فإذا العنف الأسري إحنا بنحتويه كزوج وزوجة أو كوالدين مع الأولاد، لما الظروف أحيانا بتفرض إن يبقى في بعض الشد أو الحزم تجاه الأولاد. أنا بس كنت عايزة أوضح أكتر للسادة المشاهدين أنواع العنف، يعني مثلا إساءة جسدية، نفسية، اقتصادية، يعني عشان هم يفهموا أكتر أنماط العنف، ما يبقاش بس مقصور عن على الضرب يعني. لا، العنف ليه أشكال كتير. مثلا العنف الجسدي لو بالضرب او الاساءه الجسدي. العنف اللفظي، الالفاظ، ان انا ممكن اقول للابناء على طول انت فاشل، انت فاشل. أيوة. انت بليد، او انت منطوي، او انت مكتئب، او انت كئيب، يعني ما يبقاش طول الوقت. ده نوع من انواع الايذاء. ممكن النظره كمان تعتبر عنف، يعني لما اكون بنظر لحد باهمال او بتجاهل كده ده لوحده عنف. بالظبط. فعندي العنف غير العنف الجسدي، في العنف اللفظي، في العنف اللي هو بالإيحاءات كمان. أيوة. طول الوقت او لو الاهمال، يعني ممكن انت مثلا بتتعاملي معايا وانا مش متقبلاكي خالص، فمش هبصلك حتى وانت بتكلميني. لغه الحوار ان انا اتجاهلك، التجاهل. التجاهل طول الوقت وانت بتكلميني ما بصش ناحيتك، او يعني او التهكم، او عدم الانصات، او عدم ان انا بصلك وانا بكلمك ومهتميه. بالظبط. ده برضو نوع من انواع العنف. طب حضرتك العنف الاسري ليه اسباب؟ طبعا طبعا.
يعني عايزين نعرف اسبابه، يعني اسباب العنف يعني. الاسري ليه عدد من الاسباب. في اسباب بتبقى احنا سبب فيها كاب او ام، تربيه كاب او ام، وفي اسباب او الاسره عامه او محيط الاسره، التنشئه الاجتماعيه، وفي اسباب بيبقى خارج عن ارادتنا. يعني اقول لك ان اكيد في سبب ممكن يرجع ليا كام او للاب او للاسره، وفي سبب بيبقى خارج عن الاراده، زي مثلا الظروف الاقتصاديه. بالظبط، الظروف الاقتصاديه بتخلي الاب او الام متوترين، فبالتالي ينعكس على الابناء، لان الاب والام دول بشر، فبالتالي هم بيتاثروا. فقد احد الوالدين الدخل، الديون، المشاكل، الحاله الاقتصاديه، يفتقد وظيفته، وده وارد، يعني وارد جدا لاي انسان معرض. دي مشكله مش عندنا، دي مشكله عالميه، يعني دلوقتي العالم كله بيمر بازمه اقتصاديه. الاولاد ما عندهمش فكره عن ده، الاولاد عاوزين كل طلباتهم تكون مجابه فقط لا غير، وطلباتهم ملهاش حدود. يعني احنا لما كنا في سنهم ما كانش عندنا الطلبات دي، ده عشان بس يبقى هو عنده موبايل واللاب وحاجات كده، رفاهيات وحاجات كلها ما كانتش موجوده على ايامنا. ده دخل لوحده لكل ابن في الاسره، عاوز حاجات دي لوحدها ميزانيه، غير الاكل والشرب ومصاريف المدرسه وخلافه. ماشي، فبالتالي الاب او الام لما تحل مشكله اقتصاديه غير وارده، يعني انا مثلا عندي دخل ثابت، الدخل ده بكفي منه متطلبات الاسره، حصلت حاجه ضرب، حصلت حاجه مش في الحسبان، فقدان احد الوالدين وظيفته، فبالتالي اثر على دخل الاسره. طبعا بالتالي برضو الاولاد لازم يتقبلوا المشكله دي ويبتدي يحدوا من طلباتهم، فمن هنا هم مش هيتقبلوا ده، فمن هنا بيحصل نوع من العنف. يبقى النوع من العنف النوع الاقتصادي، الاقتصاد، دخل الاسره، ده بيأثر جامد جدا. كل يوم الزوج والزوج، هنعمل الاكل ايه، هنشتري ايه، عاوزين كذا، لا الميزانيه لا تسمح بكذا. فده تقريبا في كل البيوت، حته ان احنا مختلفين على مصروف البيت والدخل والامكانيات. يبقى اذا العنف الاسري ليه اسباب كتير، يعني اسباب اقتصاديه، اسباب نفسيه، ممكن يكون احد الوالدين يعني عرضه لمرض نفسي اساسا، فده بيخليه ان هو على طول عنيف، فبيتعامل بعنف، يعني ما عندوش لغه حوار، فاي كلمه على طول ما بيتعاملش. الظروف الاجتماعيه طبعا، انا لسه هكمل جانب من الظروف اللي حضرتك قلتي. طيب اسباب العنف، معلش بستاذن بس حضرتك في مكالمه عشان برضو يعني نتناول العنف من الناحيه القانونيه. تمام. معانا دكتور فرج الخلفاوي الخبير القانوني. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بمعاليك يا فندم. حضرتك طبعا احنا بنتكلم النهارده عن العنف الاسري. تمام. شايف حضرتك من الناحيه القانونيه، لما الزوجه مثلا، احنا بنتكلم عن يعني في عشان اغلب يعني الاوقات ان بياخد العنف الزوج والزوجه يعني. تمام. لو الزوجه تعرضت لعنف من قبل الزوج، المفروض من الناحيه القانونيه هي تعمل ايه؟ طيب خليني اقول لك حضرتك، معلش، وخاصه برضو حضرتك شايف اللي على الساحه اليومين اللي فاتوا، موضوع عروسه الاسماعيليه والعنف اللي هي واجهته. يعني خليني اقول لحضرتك حاجه بس، هي الظاهره دي ظاهره عالميه، يعني الظاهره مش ظاهره محليه، ولا يعني ولا هي ظهرت في الاسماعيليه ولا ظهرت في القاهره، هي ظاهره عالميه من سنه 1981 والعالم كله بيحاول يوجد لها مخرج، لدرجه ان في 1999 الامم المتحده عملت يوم عالمي لمناهضه العنف ضد المراه، وحددته كل سنه يوم 25 نوفمبر، يعني الشهر الجاي كده يوم 25 نوفمبر ده اليوم العالمي المناهض للعنف ضد المراه. ولكن العنف ضد المراه ده ظاهره عندنا ليها ابعاد ثانيه، يعني في مجتمعاتنا المصريه او في المجتمعات العربيه بيبقى ليها اسباب متشعبه شويه، هي ممكن اسباب دينيه، اسباب اجتماعيه، اسباب نفسيه، اسباب اقتصاديه، وده عامل كبير جدا بتاثر بيه البيوت المصريه. فاصبح ان الظاهره دي هي موجوده ومعاقب عليها، ومش كده وبس، ده الدستور المصري نفسه كمان كفل حمايه للمناهضه ضد العنف ضد المراه، والزم بانشاء يعني جهاز لمناهضه العنف ضد المراه في الماده 53 من الدستور. وفي قوانين العقوبات حابه وضعت عقوبات جامه للعنف ضد المراه، سواء بقى كل اشكال العنف، سواء العنف ده تهديد او تعنيف او ضرب او حتى اي جرائم ثانيه بتقع في نطاق الاسري بين الزوج والزوجه، فكل ده حدده القانون. ولكن احنا الاهم من ده،
احنا مش ندور احنا هو القانون هيعمل ايه، لان القانون بيجي مرحله لاحقه عن وقوع الجرم. احنا عايزين نتدارك الظاهره في بدايتها، فمثلا نعمل توعيه كويسه للناس، نحاول نقول لهم ان ده دينيا مؤثم دينيا، نحاول نوجد لهم معالجه من خبراء الاجتماع والنفس اللي موجودين في المجتمع، عشان ما يبقاش في عنف للظاهره نفسها. يعني ما نستناش ان الظاهره تحصل وهي تحصل وتتكرر، لان احنا كده كده يعني عندنا موروثات وعادات شعبيه بتجبر الراجل ان هو يتعامل مع الست بطريقه معينه ظنا منه ان هي هتجيب نتيجه حاسمه، ان هو زي المثل بيقول ايه، اكسر ضلع للست يطلع لها 24 ضلع. بالظبط. ما احنا بقينا نتعامل بالموروثات الشعبيه، هي دي موروثات وعادات وتقاليد وثقافه، بتبقى ثقافه مجتمع وثقافه راجل شرقي ان هو ده وهو كده بيقيم شرع ربنا، وان هو اضربهن يعني يعني لا، ده كله ده معاني ومعلومات خاطئه لابد ان تصححها عن طريق التوعيه وعن طريق ان احنا يبقى لينا يعني زي برامج زي ما عليك ما بتعمليها كده هادفه ان هي توجد حلول للمشكله من اساسها. ما نستناش القانون هيعمل ايه، القانون في الاخر هيحبس الزوج والزوجه هتتعاطف وهيتجمع عليها اهلها. لا لا، احنا بنتكلم يا دكتور دلوقتي، لو نفترض احنا طبعا بنوعي ومش احنا بس، وفي برامج كتير بتوعي وكلام من ده، ولكن احنا نفترض خلاص هو وقع الاذى، يعني خلاص وقع واتضربت او اتضرب وحصل اذى جسدي جامد، يعني العقوبه هنا تبقى ازاي او ايه بالظبط؟ اول حاجه تعملها تتعامل زيها زي اي حد بيقع عليه مصاب او بيقع عليه ضرر، بيروح للقسم يحرر محضر. فبعد ما تحرر محضر هيبدا تثبته بكافه شهود، بكافه طرق الاثبات، الشهود، القرائن، التقارير الطب اللي هتحصل عليها، يعني كل ده. ولكن في النهايه الواقع العملي بقى اللي احنا بنشوفه على ارض الواقع، بعد ما توصل الزوجه لذروه اخذ حقها بتجتمع عليها العائله وتتنازل بعد كده، وتجتمع عليها الاهل ويحاولوا يسنوها عن 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 قرارها، ففي النهايه ما بنوصلش لنتيجه. بالظبط. نتيجه ايه؟ نتيجه اللي احنا ضربنا، وفي الاخر بعد شويه اسبوع اثنين النفوس هديت، الاهل تدخلوا فالامر انتهى. طب ما فيش قرار حاسم، ما فيش يعني حاله الاسماعيليه ده، انا دلوقتي ما بقول لك مسبقا، بعد شهر بعد اثنين هتسمعني الحاله دي وصلت نهايتها للتصالح. طب والقانون هيعمل لك طالما اقترحت وتنازلت عن حقك، ما فيش عقوبه للجاني، فبالتالي احنا بنلف في دايره مفرغه. بالظبط. فيعني الاهم بقى من ان احنا نلف في دايره مفرغه ان احنا نوعي، نقول للناس يا جماعه ده حرام دينيا، ده بيسبب عبء نفسي وعبء اجتماعي على الست، ويسيب اثر سلبي حتى لو هي تصالحت معاك او تصالحت مع نفسها وحاولت تتعايش مع الواقع عشان خاطر البيت والاولاد والظروف، ولكن هي من جواها فيها حاجه انكسرت، فمش هتعرف تقيمها نفسيا بعد كده، هتفضل تجمع بعد شويه هيبقى ما عندهاش طاقه تتحمل ده، فما كانش في مصير اللي احنا نتطلق، ففي البيت بيتخرب في النهايه. القانون بيديها الحق ان تحبس جوزها وتاخد حقها بالقانون بمواد العقوبات اللي موجوده في قانون العقوبات 240 لحد 244، يعني في النهايه قليل قوي اللي بيصر على حقه وبيلتزم بيه، وده بيكون خلاص بقى لما احنا الوضع انهار ووصلنا لحاله الطلاق. وحتى في اللحظه دي كمان لما نوصل لحظه الطلاق بيبقى في مساومات، اللي انت تاخدي حقك مقابل انت تتنازلي عشان تاخدي قيمتك تتنازلي، وده برضه يعتبر عنف كمان ضد المراه، لان هي برضه لما بتوصل لمرحله الطلاق ما بتعرفش تاخد حقها. طبعا ده موروثات احنا للاسف شبينا وكبرنا عليها، ويعني فكر عقيم واختيال للعقول، وما زلنا بنعاني منه وهنفضل نعاني منه لفتره طويله، الا بقى الامل في الاجيال الجديده اللي طالعه مع نضيف لها مواد في دراستها الابتدائيه والاعداديه والثانويه، نقول لهم ان ده غلط، ان احنا نهتم بالنشء اللي طالع عشان نوصل نغير موروثات احنا للاسف عقيمه بنعاني منها منذ مئات السنين. فهو القانون بيدخل حمايه للست، ولكن هي الست اللي بتقدر حقها، يعني خلاصه القول الست في النهايه هي اللي بتقدر حقها، مواد القانون متشعبه وكثيره وبتضمن لها حقها. طب والنهايه انت بتتنازلي بمحض ارادتك، فخلاص ما لا تلومي على المجتمع، لومي على نفسك، لان انت في النهايه بترضخي لضغوط الاهل والمعارف. يعني القانون مديها حقها وهي اللي بتتنازل عن الحق ده. طبعا كل القضايا موجوده يا فندم لاداره الجهه بنسبه 99%، النهايه بيتم التصالح، يا اما الترغيب يا اما بالترغيب، يا اما ده عشان ده جوزك وحافظ على بيتك، يا اما عشان تاخدي حقوقك وحاجه تتنزل عن حاجه تسيبي حاجه وعشان تاخدي حاجه مقابلها، يا اما عشان توصلي للطلاق، يا اما عشان تاخدي نفقه، يا اما عشان تشوفي اولادك،
في الاخر احنا عندنا مش مهم القوانين ولا تفعيل القانون، مهم وعي البني ادم بالحفاظ على حقه كزوجه، ووعي الراجل ان ده يا فندم ده حقها الشرعي وحقها قدام ربنا، حتى لو هي تنازلت عنه عشان ظروف خارجه عن ارادتها في الدنيا، هي ما زالت ليها حق عندك في الاخره قدام ربنا هتحاسب عليه. والله يا دكتور فرج، احنا بنتمنى ان اساسا البيوت المصرية ما توصلش لمرحلة القانون والقضايا والمشاكل ديت، عشان كده احنا بنعمل البرامج اللي زي ديت، وبنحاول نوعي الناس، عشان طبعا مجرد البيوت ما بيبقى توصل لمرحلة قضايا ويخشوا في قضايا واقسام، ما بتفقد الاسرة المصرية يعني طعمها. اشكر حضرتك جدا يا دكتور فرج، متشكرين مداخلة حضرتك. رجعنا للدكتورة فاطمة. عايزين بقى نتكلم في نقطة تانية. احنا طبعا قلنا اسباب العنف، حضرتك شايفة هل المستوى الاقتصادي او الاجتماعي للأسرة بيؤثر في العنف؟ أيوة. يعني بمعنى ايه يعني، او هطرح السؤال بطريقة تانية، هل كل مستوى اجتماعي ليه عنف معين؟ الأول أنا عاوز أعلق على حاجة حضرتك تناولتيها والدكتور، دايما بنجيب اللوم على الراجل، الراجل هو مين قال؟ لا ما في سيدات برضه. لا معلش أنا برضه اسمحي لي أقول رأيي، مش كل اللوم على الراجل. لا صح، الراجل ده مش متوحش. لا، الراجل القانون بيدي للست كل حقوقها، أنا شايفة إن الست واخدة كل حقوقها على جميع المستويات، يعني الدولة مدية للست حقوقها في كل حاجة. الرجالة هيتبسطوا من حضرتك النهارده. لا ده حقيقة، لا ده واقع، ده واقع. ما أنا مش هقعد أقول الست على طول مظلومة، الست مهضوم حقها. لا بس بنسبة كبيرة يا دكتورة. لا لا معلش، العنف برضه بيبقى من قبل الزوج. لا معلش، ما هو من قبل الزوج، مش من باب للطاق، مش من نفسه كده هيقوم يبقى يعمل عنف. أكيد في استفزازات، مش لازم طول الوقت هقول للست مظلومة والراجل ظالمها والراجل بيضربها والراجل، لا ده الدولة بتكفل كل الحقوق والواجبات، بقالنا سنين الدوله واقفه مع الست وبتديها كل حقوقها، يعني الشرعيه والدينيه والاقتصاديه والاجتماعيه. يعني مع الدكتور فرج لما قال ان الست ليها حقوق كتير وهي اللي بتتنازل عنها، وحضرتك بالفعل احنا بنتكلم على ارض الواقع. بالفعل الست واخده كل حقوقها بس بتتنازل عنها. يا فندم احنا بنتكلم في ايه؟ بتتنازل عن ايه؟ احنا بنقول دلوقتي ان الدوله واقفه جنب الست واخده كل حقوقها في جميع المجالات، ماشي، لما يحصل وقعه ما عممهاش، لما يحصل حاله ضرب، طب ما انا ما شفتش ايه الدواعي، للضرب ده، ماشي، ولو حصل يعني الضرب ده يعني ايه كان سببه ايه؟ مش مبرر يا دكتوره للضرب، ان انا يعني الست ليها، ما اختلفناش احنا، ما قلناش ان دي حاجه كويسه، لكن انا ما اجيبش حاله استثنائيه وعمم واقول ان الستات بتتضرب في مصر، لا طبعا ما فيش كده. الشعب المصري والاسره المصريه مستقره بتتمتع بعادات وتقاليد دينيه واجتماعيه تكفل لها انها من احسن الاسر على مستوى العالم، لان احنا ناس متدينين، كل الناس عارفه حقوقها وواجباتها، الراجل عارف حقوقه والست عارفه حقوقها وواجباتها، ما اجيش على حاله استثنائيه واتكلم فيها واقول الست لازم تعمل، الست لازم تسوي. ما هو يا طب ايه اللي دفع الراجل اللي وصله لده؟ كل واحد، ما هو لو كل واحد حضرتك عارف حقوقه وواجباته ما كانش البيوت المصريه وصلت. شوفي حضرتك محاكم الاسره عامله ازاي، لو كل واحد عارف حقوقه وواجباته ما كانش عامل ده على مستوى العالم. مع يعني انا يعني الشعب المصري بيتمتع بحاله من الاستقرار في البيوت، ولكن نسبة الطلاق انها توصل 50% مش عندنا في مصر، ده على مستوى العالم العربي، ماشي، وبرضه لازم يبقى في حقوق الست، زي ما هي ليها حقوق بتطالب بحقوقها هي عليها واجبات، هل هي ادت كل الواجبات اللي عليها؟ لا، ما الست بقت تناشد، بعض الستات بيناشدوا بحقوق من غير ما يقدموا الواجبات اللي عليهم، وفي الاخر نطلع ان الراجل هو اللي ظالم، زي ما في سيدات او رجال بيبقى تجاوزوا شويه، اكيد في برضو بعض السيدات قبل بتفكر بس في واجبات في حقوقها من غير ما تاخد تقدم هي الواجبات اللي عليها. حضرتك شايفه دلوقتي على الساحه يعني مشاكل كتير، لسه اقربها من يومين يعني مشكله كل المشاكل دي سببها الراجل بس؟ لا يا فندم، حتى لو الست، احنا مش هنتكلم على حاله استثنائيه، يعني حضرتك ما ينفعش اجيب حاله استثنائيه اقول عروسه فلانه او فلانه، يعني بالعكس انا كده بعمل لها اللي هي عاوزاه. لا لا، طب هي عاوزه تتشهر جايز. لا لا لا، انا بقول لحضرتك حضرتك دلوقتي قلتي ان يعني مثلا انت يعني متفقه مع راجل او بتسانديه في بعض. يا فندم انا مش متفقه مع راجل او بسنده، انا بتكلم ان احنا دلوقتي طب انا همسك مع حضرتك حالة بس اتكلم، ما ينفعش ان انا كل الحالات
اجيب ان الراجل هو اللي غلطان والست اللي صح. انا بتكلم ده عشان برضو الست تبقى عندها قدر من التحمل لما يكون في مشكله ما هربش منها. طبيعي طبيعي. مثلا احنا هناخد مثال عروسه الاسماعيليه دي كانت لسه يوم الفرح بتاعها عملت ايه هي لسه، او هي ضايقته في ايه، او هي غلطت في ايه، او هي ما ادتش واجباتها في ايه عشان هو يضربها في الشارع قدام الناس. والله انا كلها. ما كنتش معاهم عشان اعرف هي عملت ايه عشان يعمل ده. عمري ما في عريس هيعمل كده من نفسه. افترض هي عملت مبرر ان هو يعني يسالها كده في الشارع. لا انا مش هطلع في برنامج عشان اتكلم على حاله استثنائيه. احنا بنتكلم دلوقتي بوجه عام. بوجه عام انا ماليش دعوه بالحاله الاستثنائيه دي، هم عملوا ايه، حصل ايه، عشان ما يمكن انا ما اعرفش. بس هي اصبحت بالفعل حاله راي عام، الكل بيتكلم عنها دلوقتي، عروس الاسماعيليه، لانها نموذج دلوقتي للعنف الاسري ببشاعه. يعني مش بطريقه ادميه يعني، وحتى ما بيضربش بطريقه يعني حتى ضربه كده ولا حاجه، لا ده هو بيتعامل معاها على انها مش انسان اساسا يعني. وهي هل هي معلش اسمحي لي، هل هي الطبع ده ما اكتشفتوش فيه الا يوم الفرح؟ في انسان بيبقى طول فتره الخطوبه عايش بوش، ويوم الفرح اظهر بوش تاني خالص. أيوة. لا طبعا اكيد في مقدمات لده. وانا معلش مش هتكلم على حاله طبيعته، ما بيظهرش كل بدليل هقول لحضرتك، بدليل ان جوازات كتيره بتتم وبعد الجواز بشهر شهرين بكم شهر بكتير بيحصل الطلاق، لانه فعلا بيبان على حقيقه بعد الجواز. عشان لانه بيبقى لابس ماسك في وقت الخطوبه. طول الوقت حضرتك بتتكلمي على انه طول الوقت هو هو هو، وهي الطرف الثاني ده ملاك يعني طول الوقت لابس طيب. ماسك. طب وبعدين هي الزوجه فين؟ طب معلش طب هي ما قيمتش الوضع كويس. طب معانا مداخله. ايوه مها من الفيوم، اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا استاذه مها. اهلا بحضرتك. معانا حضرتك من اول الحلقه. مع حضرتك، بس انا كنت بتصل ببرنامج لا يفرح الساحر. نعم طيب شكرا، معلش الاتصال قطع. ايوه اتفضلي يا دكتور. انا بقول دلوقتي احنا دلوقتي بنتعامل كشخصين بصرف النظر عن ده راجل او ده ست، كل واحد يتعامل مع التاني من منطلق ديني ومنطلق اخلاقي، العادات والتقاليد اللي احنا تربينا عليها، ان ما ينفعش اتجاوز حتى مع احنا حد. يا فندم هقول لحضرتك، احنا مش عايزين نتعامل حتى بالعادات والتقاليد. هقول لك ليه، لان بالعادات والتقاليد عارفه بيتكلموا ازاي، بيقولوا ايه اكسر للبنت يطلع لها 24. لا دي العادات والتقاليد اللي احنا بنتكلم فيها او الناس بتتعامل بيها. لكن عارف احنا عايزين ده انت عارفه لا في قرى كتير وبلاد، عارف احنا عايزين نتعامل ازاي؟ احنا عايزين نتعامل بشرع ربنا زي ما ربنا قال، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام نصحنا وقال لنا. يا ريت كل واحد بيتعامل بالشرع، ما كناش وصلنا للحاله اللي احنا فيها دي. لكن بالعادات والتقاليد لا، اكسر البنت ضلع يطلع لها 24. البيوت بتتعامل مع الذكور على انهم هم الجنس الاعلى، فبالتالي من اول ما بيبقى ولد في اسرته واخد على انه هو المسيطر على اخته، هو اللي بيضرب، هو اللي بيشتم، هو بيتعامل بقى بجميع انواع العنف بقى، ضرب، ايذاء جسدي، لفظي، بيمنعه حتى. حضرتك مش عارفة ان في لغاية دلوقتي قرى وبلاد بتمنع الورث من البنات، ما بياخدوش. ما هو ده عنف يا فندم. احنا دلوقتي بنتكلم على استثناءات، احنا بنتكلم على وضع عام، بنقول ان الشعب ما اقدرش اقول الحالة اللي احنا فيها، احنا الحالة اللي احنا فيها الشعب يعمه حالة من الاستقرار في كثير من الامور وفي كثير من البيوت. ما ينفعش حالات استثنائية أقول في مشكلة عندنا كذا وكذا، لا أنا ما أقدرش أطلع أقول كده. أنا ما أقدرش أطلع في برنامج على الهواء أقول لا، أنا بلاقي في بيوت كتير جدا مستقرة، في ناس كتير جدا سواء من الرجال أو من السيدات عندهم قدرة على التحمل عشان الأمور تمشي، يبقى الوضع العام مستقر. لو جينا على بعض الاستثناءات وقلنا في مشكلة معينة نرجع للاتنين، ما رجعش للراجل لوحده، لأن أنا هدي كده فرصة للبنات الصغيرين اللي هم لسه طالعين ان انت ما يبقاش عندك تحمل المسؤوليه. انا دلوقتي اي مشكله انا هسقطها على الراجل، مش هينفع. لازم هي تبقى عارفه ان الجواز ده مسؤوليه ومشاركه، مش الجواز ان انا اول ما تحصل مشكله خلاص انا هلجا لان انا يعني ده ضربني. طب ما انا افضل استفز في اللي قدامي لحد ما اوصله. الانسان برضو ليه طاقه وليه قدره
ومش كل الناس بتضرب، ما فيش حاجة يعني استثناء جدا جدا بعض الحالات. أنا شايفة كل معظم البنات، أنا بدرس في جامعة بقى لي 20 سنة بدرس في جامعة ماشي، فبتعامل مع الطلبة نادر جدا لما بنلاقي بعض الموروثات والحاجات دي بدأت تتلاشى بصورة كبيرة جدا. البنت واخدة حقها والأسر بتعامل الولد زي البنت. معلش يعني حضرتك بجد متحاملة جدا على الست. لا أنا مش متحاملة على الست. لا حقيقي والله. لا مش متحاملة طبعا. لا حضرتك متحاملة جدا كمان. يعني حضرتك عايزاني أطلع في البرنامج أقول إيه؟ أقول للرجالة محتارين والستات مظلومين؟ احنا بنقول واقع حقيقة، يعني احنا بنقول واقع ملموس. احنا كل يوم والتاني بنسمع على ستات. أنت قلتي بنسمع، لكن أنت شفتي؟ بنشوف يا فندم، مش بنسمع يعني، انا اقصد يعني ما اختلفناش حضرتك في بعض الحالات، في حالات ما اختلفناش، بعد في حالات ان الراجل بيبقى يعني مش طيب جاي على الست شويه ماشي، بس برضو في حالات تانية ما ينفعش في كل البرامج بقى اطلع اقول الراجل لا انا هستضيف حضرتك بعد كده في حالات تانية. لا انا هستضيف حضرتك بعد كده في برنامج للدفاع عن الرجل. معانا منى من القاهره. الو استاذه ناهد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه منى؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك معانا من اول الحلقه؟ بتفرج من اول الحلقه. حلقه جميله جدا وقصدت الحقيقه، انت حضرتك برنامج جميل والموضوع هايل. انت ايه رايك في العنف الاسري؟ العنف الاسري طبعا انت زي ما الدكتوره قالت انا بمشي عليها. هو دي حالات كتيره قوي، دي حالات كتيره قوي. يعني عندك عنف الرجل للمراه او عنف المراه للرجل، ده موجود في اسر كتيره جدا جدا جدا. في ناس ما بتتكلمش عنه، بتعدي الحياه، يعني بتعدي الظروف بتاعتها، سواء كانت اقتصاديه زي الدكتوره ما قالت، سواء مثلا هو انسان معقد من بيته قبل ما يتجوز، او الست برضه حست بعقد نفسيه في بيت اهلها. طب حضرتك يا استاذه منى شايفه مين اللي متعرض اكتر للعنف، المرأة ولا الرجل؟ هو طبعا. طب هقول لحضرتك حاجه، انت اتكلمت على فتاه الاسماعيليه اللي تعرضت للعنف اهي، وهي ما كانتش كانت مخطوبه مثلا مجرد 3 شهور ولا 4 شهور، ومع ذلك الاهل هنا كانوا عندهم خطا رهيب. يعني هو كان المفروض من يوميها كان هو قال لا الاب لا، بس هم خافوا ليه؟ عشان البنت كان مكتوب كتابها، دي من موروثات عندنا بالظبط، بنت مكتوب كتابها خايفين على سمعتها، فيعني كملوا على امل كمل. وهو الاب بيقول ايه؟ بيقول رجعت كذا مره ونقول لا يعني ان شاء الله باذن الله تبقى كويسه. وقعدت 15 يوم محبوسه، وطبعا الحبس ده شيء بقى غير طبعا ده هم كده كانوا بيدفنوا راسهم في الرمل يعني. والاب فرحان رايح بالصدفه ان هو يقول مثلا ايه البنت الحمد لله استقرت، لقت محبوسه في شقه ثانيه وطلع جري بقى على الاسم، كان المفروض ده من الاول. هي ما كده يعني هم تنازلوا في الاول عن حقوقهم، دي حقها بالزبط. كان من الاول خالص. حاجه ثانيه هنيجي للرجل برضو، يعني هنا وهنا الدكتور ولاء ده تعرض لايه؟ لعنف. طبعا لعنف، وناس محترمه واسره محترمه. أيوة واسره متعلمه، وتعرض لعنف واترمى من 5 دور قدام ابنه طفل ال5 سنين. فاهماني؟ اذا العنف ما هو احنا ما اختلفناش ان العنف موجود بين زي ما موجود في الرجل موجود في أيوة المرأة. أيوة طبعاً أكيد، وطبعاً أكيد في حاجات كتيرة أكيد بتساعد على وجود العنف طبعاً، في وعنف في العلاقة الحميمية، وفي عنف العنف صح كتير كتير صح كتير موجود بأشكال كتير، وده كله إساءة عاطفية وجنسية وبدنية، ده كلها تهديدات للأسرة، دي تهديدات للأسرة. يعني هي كده مش أصلاً مش هيبقى مجرد وجود العنف في الأسرة وإن الرجل يمارس على زوجته عنف أو العكس، يعني إن زوجة تمارس على زوجها عنف أو على أولادها، هي كده أسرة مش هتبقى أسرة سوية. يعني خلاص هي كده أسرة بقت أسرة هشة. يعني سوء المعاملة ده مجرد ما الطفل بيشوفه في المنزل بتكون دي عليه آثار ضارة جدا طبعا. وبعدين الطفل بقى بيطلع بره بيفكر ان هو كده ده الصح، ان دي العلاقه الطبيعيه، ان هو يبقى عنده اساءه لغيره، لان هو مش شايف اللي عنفه قدامه في البيت، هو مش شايف غير كده، هو شايف التربيه كده. فاحنا بنقول يا ريت مثلا كل واحد مثلا تعرض لعنف ياخد حقوق. هي الست واخده حقوقها، انا مع الدكتوره، الست واخده حقوقها كويس جدا 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 بصراحه في مصر في مجتمعنا. هي واخده حقوقها، هقول لحضرتك هي واخده حقوقها، بس للاسف فعلا زي ما الدكتور قال بتتنازل، بتيجي عند مرحله تنفيذ الحقوق دي عشان بتتنازل خايفه على بيتها، خايفه على بيتها وخايفه على عيالها،
وخايفه على الكيان ده يتهد، لانها بتبقى مهدده فعلا. يعني انت عارفه طبعًا بيبقى في فعلا ازواج يقول لها لو انت عملتي كذا طب انا همنع عنكم الفلوس، طب لو انت عملتي كذا انا هعمل كذا، بتبقى حتى من قبل باباها ممكن، لا ما تعمليش. يعني هي بتبقى يعني مش عارفه تعمل ايه ولا ايه، ما بتبقى تحت ضغط من زوجها او من اولادها او من اهلها. فشكرا يا دكتور يا استاذه منى، الله يخليك، متشكره قوي لمداخلتك حضرتك جدا، وشكرا للدكتوره، الدكتوره كلامها مظبوط جدا، الله يخليك جدا، شكرا شكرا يا استاذه منى. طب احنا هنتكلم طيب عن نقطه تانية مهمه، طيب وهي اثار العنف بقى على عموما على الحياه الزوجيه عموما وعلى الابناء. اثار العنف يعني دي بوجه عام، يعني حتى لو بين الزملاء، لو بين الجيران، لو بين الاصدقاء، لو بين الاخوات، طبيعي العنف هيولد عنف طبعا، يعني الدين المعامله ويعني دايما طالما في وصلنا لمرحله عنف يبقى كان في مشكله بسيطه والمشكله دي ما اتحلتش وفضلت تتراكم لحد ما كبرت وبقى في مرحله من العنف. العنف ده زي ما قلت لحضرتك مش لازم يكون ضرب عشان يكون عنف. تجاهل لا نوع من العنف. انا عايزه اثاره يا فندم، اثار العنف. يعني دلوقتي انت شايفه لما يبقى في عنف بين راجل ومراته، هل دي حاجه زوجيه طبيعيه؟ يعني هل ينفع زوج يضرب زوجته ويبهدلها وبعد كده ممكن يتعامل معاها كزوج؟ هل ده ينفع؟ والله انا برضو هقف عند مرحله الضرب، احنا مش كل عنف يبقى معناه ضرب، ايا كان العنف، مش كل عنف يبقى وصلنا لمرحله الضرب. زوج بيهمل زوجته، بيتجاهلها، بيقلل منها، زوج بيتجاهل، بيتنمر عليها، كل دي مشاكل، وكل ده انواع. الزوجه اللي بتتنمر، الزوجه اللي ما بتشوفش مسؤولياتها، الزوجه اللي الزوج يكون جايب لها كل حاجه وهي بتتنمر ومش عاجبها اي حاجه، دي برضو لازم نتكلم على الزوج وعلى الزوجة. احنا بنتكلم هنا على شخصين، طبعا. فطول الوقت مش هتكلم على الزوج بس، انا هتكلم على شخصين. الشخصين دول بيقودوا سفينة او مركبة، لازم يبقى في اتفاق بينهم، لان عدم الاتفاق هيؤدي للسفينة دي هتغرق. ومين الضحية؟ الاولاد. فبالتالي لازم يكون في قدر من التحمل، مرة على الزوج مرة على الزوجة، عشان الامور تمشي ويبقى السفينة دي تعدي الى بر الامان، زي ما كلنا شفنا البيوت اللي احنا كنا فيها واجدادنا وجداتنا والاسرة واللي حوالينا والناس بتتعامل ازاي، اللي عايشين مع بعض 50 سنة. اكيد ال50 سنة دول ما كانوش هاديين على طول الوقت، كان في مشاكل، واكيد كان في صراعات، واكيد كان في ود ونوع من الحب ونوع من المشاكل، زي ما دي دنيا من الدنو، لازم يسودها كل شيء، يسودها المشاكل ويسودها الحب ويسودها الوئام، واحيانا تيجي برضو موجه تانية من المشاكل. لو بس انا المهم طرف واحد هو اللي بيستحمل والطرف الثاني مش هيستحمل، عمر الحياه ما هتمشي. بس المهم اهم حاجه ان الواحد يواجه اي مشكله بطريقه يعني فيها نوع من انواع الادميه والاخلاق، يعني ما يبقاش كل مشكله هي ما عنديش غير مد الايد او الشتيمه او والتنمر. ما طبيعي زمان كان عندهم مشاكل، هم كانوا بني ادمين، بس ازاي كانوا بيواجهوا المشكله ديت؟ لغه الحوار دي هي اهم حاجه. يمكن احنا دلوقتي فقدنا الحوار فعلا بين الزوجين وبين الاب واولاده. الظروف في ظروف جدت فرضت نفسها، يعني احنا في البيت بتلاقي مثلا لو البيت فيه 5 بتلاقي كل واحد ماسك تليفونه قاعد في حته او قاعدين جنب بعض. ده واقع، انا مش بقول حاجه. طيب شخصيه كل واحد ماسك تليفون وعايش في العالم الافتراضي بتاعه. بالظبط. معانا مداخله، استاذه نهله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يخليك، اهلا بحضرتك. ممكن اسال سؤال بعد حضرتك؟ اتفضلي. ماشي. دلوقتي انا يعني والدي متجوز على والدتي من بدري، يعني كان اختي الصغيره في اولى ابتدائي. فهي ايه اللي كانت متعلقه ببابا وكده، يعني كبرت واتجوزت، يعني متجوزه دلوقتي بقى لها 4 سنين. فكل شويه بيجي لها ان هي جوزها هيتجوز عليها، كل شويه الموضوع ده عامل لها مشاكل مع جوزها، حاسه ان مفيش ثقه. فكل ما بتكلم معاه وكده تقول لي يعني كانت متاثره بموضوع والدي، كانت صغيره عندها 6 سنين. فالمشكله دلوقتي بقى حاسه كل شويه تقول لي لا هيتجوز عليا، يعمل فيها زي ما. وهل زوج اختك يعني بيتعامل معاها باي طريقه؟ جوزها؟
عادي مشاكل عادية. بس لكنها هي بس متخوفة ان هو ممكن يقلد باباها يعني. هي حاسة ان ايه، فهي كان متعلقة بوالدي وكده، فاول ما ساعتها اتجوز كده فضلت يعني حاسة، كان 6 سنين وعارفة وحاسة وكده، كان متعلقة بيه. فهي دلوقتي الموضوع ده احنا مش عارفين نعمل معاه ايه. الموضوع ده هي بتقول لي انا حاسة ان الموضوع بتاع بابا ده هو اللي عامل معايا كده مشاكل كل شوية، مشاكل ليا وجوزها، كل شوية هتتجوز عليا، انت اتكلمت حد، انت عم رحت جيت. حاسة ان هي بتقول لي هيعمل فيا زي ما بابا عمل في والدتي كده. طب اسمعي، خليكي معانا واسمعي رأي الدكتورة. شكرا على اتصالك. هنا المشكلة راجعة هي فيها، هي ان هو دلوقتي عندها الظروف اللي هي مرت بيها. فالظروف اللي هي مرت بيها هيخليها طول الوقت. وبعدين احنا ايا كان دافع الزوج باباها انه اتجوز، مش هنرجع بقى للدوافع، ايه دوافع الجواز كانت ايه، ولكن هي حست بعدم الاستقرار وعدم الامان في الفتره دي. فعدم الامان ده عمل لها عقده بالظبط. فهي دلوقتي بقت بتسقطها على مين؟ بقت بتسقطها على الزوج. يعني ممكن الزوج يكون شخص كويس جدا ومتزن جدا بالزبط. وهي اللي عامله له المشاكل. لو جاله تليفون عمل من زميله في الشغل هتقوله بتتكلم مين، يبقى انت هتتجوزها. لو جاله اي ماموريه يبقى انت هتتجوز عليا، يبقى انت غبت فين. يبقى هنا بقى الزوج هو ضحيه. يعني هو دلوقتي ممكن بيكون بيعاملها بشكل عادي جدا، وهي عشان حاطه في دماغها حاجه معينه. طب نعمل ايه الزوجه دي في الحاله دي؟ يعني مثلا تعمل ايه عشان خاطر الفكره دي تمحيها تماما من دماغها؟ لازم الحاله دي هي عشان بقت حاجه جواها. بقت حاجه جواها، فهي بتتعامل من المنظور ده، فبالتالي هي كده هتثقل عليه. انت كده هتثقل على نفسها، يعني هي محمله نفسها فوق طاقتها. طب يعني احنا ليه بنفترض حاجه بقى زي كده؟ يا عيني حاجه مش موجوده، عشان الخبره السيئه اللي مرت بيها. بالظبط. فبالتالي انت، هي اقول لها انت ليه بتحملي نفسك فوق طاقتك؟ يعني انت دلوقتي خلاص مريتي بخبره ان الوالد مش تزوج، الزوج يبقى زي الوالد، هعيش فيها بقى مدى الحياه. انت خلاص اتجوزتي وبقى عندك زوج كويس، وبتقولي مشاكل عاديه ما عندوش. يعني امتى اقول ده؟ لو انا شايفه في علاقات متعدده، وحصل بالواقع ان انا شفت كذا واقعه علاقات نسائيه متعدده، او اتجوز مره عرفي عليها وعرف حد لكن ما فيش حاجه، هي ما قالتش حاجه من الحاجات دي خالص. فاذا هو زوج عادي، ولكن هي المشكله ان هي الخبره او التجربه اللي هي عاشتها في الطفوله، زواج الاب من زوجه تانية. فبقول لها يعني هون على نفسك، حاولي تعزلي الفكره ده، لان ممكن يعمل لها نوع من الوسواس القهري طبعا. والفكره تكبر معاها، وهي اللي تاثر على البيت، وهي كده هتكون سبب ان الزوج هو اللي يلجا انه يتجوز تانية. طيب. نتيجه ان هي معيشاه طول الوقت انه متهم. احساس الزوج في الحاله دي. أيوة. لو جينا في الحاله دي قلنا بقى، ما قلناش الزوجه بقى هنا طول الوقت، لو انت زوجه وطول الوقت انت اللي متهمه. هي حولت الزوج دلوقتي انه طول الوقت انه متهم على طول. انت توجسها وخوفها هيحطوا دايما موضع اتهام، وده مش هيكون، هتبقى هنا ظلمته في الحاله دي، وظلمت نفسها وظلمت الاولاد. انت كده عملتي جو توتر من ما فيش. بالظبط. طبعا الموضوع كبير ولسه في كلام كتير، وطبعا انا بشكر حضرتك. وقبليه الرجال هيشكروكي، يعني قبلي انا الرجال دول هم الاب، هم الزوج، هم السند، هم اخواتي، هم اولادي. مش عيب ان انا اساندهم في مرحله، والزوجه اساندها في مرحله طبعا. لكن ان ما اجيش على طرف واسيب الطرف التاني. انا بشكر حضرتك الدكتوره فاطمه بركات. متشكرين قوي للمداخل، يعني لوجود حضرتك معانا نورتينا. واعزائي المشاهدين اشكركم على حسن متابعتكم، وان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله مع ناهد والحياه.